وصلنا لفقرة جديدة من صباحنا. رح نحكي عن مصطلح بنسمع عنه كثير ولكن ما بنعرف تفاصيله، الأبراكسيا الكلامية أو الحبسة الكلامية، نوع من أنواع اضطرابات الكلام يلي ممكن تصيب فئة الشباب لأسباب متعلقة بالأمراض الدماغية. أكيد اليوم هذه المصطلحات كثير لهذا الاضطراب، فينا نقول عنه كمان اللا أدائية الكلامية. اليوم عم نحكي عن خلل عم بيصيب منطقة الدماغ، واليوم وحسب الدكتورة اللي خبرتنا أنه بعض الحالات ممكن تروح للشفاء إذا كانت مترافقة مع جلطات الدماغية أو السكتة الدماغية، أما وقت اللي بيكون في حالات أخرى مستحيل يكون في شفاء من هي الحبسة الكلامية. أيضا الأطفال هن اليوم عرضة لهذا الاضطراب، ولكن الأطفال اللي عندهم إصابة بمرض السرطان. اليوم رح نتوسع أكثر لنتعرف من دكتورتنا شو هي هذا الاضطراب وكيف مراحل العلاج، ومن هن الأشخاص اللي عندهم فرصة للشفاء بشكل أكثر. يا هايدي اليوم معنا دكتورتنا لليوم وهي الدكتورة خنساء بدوي، اختصاصية تربوية. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. يعني تعودنا معك دائما بمحطاتنا الماضية نحكي عن اضطراب النطق، عن التلعثم، ولكن اليوم خبرتينا أنه هذا الشيء هو اليوم مختلف عن الأبراكسيا الكلامية أو مثل ما بيسموها الحبسة الكلامية. خلينا نخبر المشاهدين بشكل عام نحن شو بنقصد بأبراكسيا الكلامية كمصطلح. نحن مسميات عدة دائما بالميدان المهني او العلمي، فبتتعدد المسميات، انما ممكن يكون لشق واحد او لمسمى واحد. كتار الاشخاص اللي ما بتعرف شو يعني ابراكسيا، او ما بتعرف شو يعني اللا ادائيه، او خلينا نقول ما بتعرف شو يعني الخلل الوظيفي للفصين الجبهيين. اليوم نحن وقت بنقول الابراكسيا او اللا ادائيه بنقصد فيها مباشره التعثر اللفظي والكلامي، الشخص الغير قادر على استخراج او اخراج الكلمات بشكل هادف منظم، الشخص الغير قادر على اعطاء كلام وظيفي او كلام هادف. مثل ما بنقول نحن، مثل ما بنقول دائما وقت حدا بده يسالني كيفك او شو اخبارك شو عملتي، مرفق دائما برد وظيفي منظم. اليوم انا اذا بتساليني كيفك رح جاوب بشكل دقيق، تمام الحمد لله، او ماشي الحال، او انا تعبانه، او الى اخره. ممكن تسالي شخص مصاب بابراكسيا او اللا ادائيه بانه كيفك اليوم، ممكن يبقى صامت، ممكن يهزلك براسه، ممكن يعمل حركات لا اراديه عشوائيه، ما بتكون مثلا مرفقة بالشيء المسؤول، ممكن يجاوب ممكن لا. فهذا بيرجع للخلل يلي هو مصاب فيه أو القدرة يلي هو محكومة فيه أو محتمة عليه بالوقت الحالي. تمام. طيب اليوم ذكرتي أحد الأعراض دكتورة خنساء أنه بجوز هو ما يقدر يحدد الإجابة الصح. تمام. هذا خلينا نقول أحد أعراض الحبسة الكلامية، ولكن برافقه ايضا اعراض اخرى. يعني تماماً. في خلينا نتوسع شوي ونضوي على بقيه الاعراض. هلا نحن وقت عم نقول انه انا غير قادر على الاجابه، انا مو بس فقط غير قادر على الاجابه، ممكن افقد الخلل الوظيفي لبعض اجزاء الجسد مثل الجزء الايمن او الجزء الايسر. يعني ممكن تطلبي مني حرك ايدي اليمين حرك ايدي الشمال، او حرك رجلي اليسار بدل ما حرك ايدي اليمين. فأنا هون بيختلف عندي المنظوم الدماغي. اليوم عم نحكي عن خلل الدماغي، القدرات الدماغية بسيطة جدا، أو ممكن السلوكيات تبع الدماغ بتتجه نحو العشوائيات. ممكن تقولي له اكتب لي ماما، يكتب لك توت على الدفتر، تطلبي منه يكتب بشكل. نحن خلينا نروح لموضوع الخط تبع الأطباء شوي، كيف بيكون غير مقروء بشكل دقيق غير للأشخاص يلي هن من ذات الفئة. نفس المبدأ، يعني بصير الخط غير مقروء، بدك تعدي تفككيه بشكل تفصيلي، تعدي تراقبي كل حرف كيف عم بيكتبه، فبصير الموضوع عنده غير منظم بشكل بحت. بتروحي معه لزاوية التنظيم بالبداية، بدك تبلشي معه الأهداف التنظيمية الأولية تبع أنه نظم القدرة الكلامية، نظم الأهداف عنده لحتى شوي شوي أخذ منه المسار الصحيح للغة أو ممكن للحركات. طيب من الأعراض خلينا ننتقل مباشرة للأسباب. نحن اليوم ليش بيصير في عنا مشكلة الأبراكسيا الكلامية؟ هل ممكن هي تكون شيء وراثي مع الشخص من هو وصغير، أم لا نتيجة مثل ما ذكرنا أمراض دماغية، أو ممكن أمراض معينة تانية أو أسباب تانية؟ خبرينا تفاصيل. هي الأعراض اللي بتصير أنه أنا الفصين الجداريين عندي بيتعرضوا لوزمة، خلينا نقول لسكتة، لورم،
او لاي شيء من هذا النوع اللي هن الفص الصدغي والفص الجبهي. وقت بحكي انا عن فصين معناته انا هدول الفصين بالذات هن المسؤولين عن اتمام الاليه الكلاميه الحركيه، التوازن الانفعالي التوازن الحركي، هي كلها مسؤولين عنها. فانا وقت يصاب عندي احد الفصين معناته انا عندي جزء من الاجزاء صار فيه مشكله. احيانا ممكن تكون المشكله مرفقه بمشكله حركيه، فمنروح للناتج العلاج الفيزيائي، منروح للحركات يعني تنظيم الحركة وهي القصص. بينما إذا كان عندي مصاب فص آخر ممكن روح أنا للناحية الكلامية اللي يعني هي دائما بتكون أول الأسباب يلي أو خلينا نقول أول الأشياء اللي بتتأزم عنا ناتج أي شيء. ممكن أحيانا نرشح فجأة الصوت بصير عندي مختلف عن الصوت الطبيعي أنا أتناوله، ممكن لوزي تنزل بصير عندي خنقة بالصوت، ممكن يصير عندي بلغم زيادة أو كذا، بروح لموضوع البحة الصوتية. فبنلاحظ أنه دائما الكلام أو الصوت هو المتأثر الأول بأي ناتج مرضي. صحيح. حتى وقت اللي بكون يعني نحن نعرف نحن تعبانين قلة نوم اللي هيك، بتحسي أنه أول تغييرات بلشت عندك بالصوت والحبال الصوتية. تمام. دكتورة اليوم يعني هدول الأشخاص أو الفئة إلهم معالجة خاصة وإلهم نشاطات خاصة ومعاملة خاصة من حضرتكم. خلينا نروح برحلة العلاج ان شاء الله يعني كل الحالات تشفى، ولكن ذكرنا بعض الحالات انه هدول يعني طبعا ما في مجال للشفاء. خلينا نفوت معك بخطه العلاج من تجربه انت عشتيها يعني، وين كانت النتيجه؟ هلا بالبدايه طبعا بده يكون مرفق العلاج بصور شعاعيه، صور الرنين المغناطيسي لحتى تعرفي وين الفئه المتازمه بالدماغ او شو المتازم بالدماغ. اذا كان المتازم الجزء الاكبر من الدماغ بتروحي بالبدايه للانشطه البسيطه تبع ترداد كلمه بكلمه، كيفك، ممكن يفقد الصوت رشا، يعني يكون الصوت كتير ضعيف، فانت تسالي كيفك تتمي لبكره لتسمعي الحمد لله، او ممكن يجاوب بالحمد لله بس مو الحمد لله، هي بس هو بيطابع الفكر عنده انه انا جاوبت بالحمد لله، انه هو فهمانه بس ما انه قادر يعطيك اياها بشكل الصح. تماما، مثل اذا نحن عم نحكي عن الحبسه الكلاميه بالضبط، انه انا عندي قدره على الاجابه بس الاجابه هي مو مثل الاجابه اللي انا عم بطلبها منك، انت اليوم عم تجاوبني بشيء مختلف. ممكن نروح بالبداية لتكرار الألفاظ الكلمات، بعدين نروح لمنحة تكوين الجملة معه بداية التكوين، مثل إذا عم تعلمي هايدي هلأ من جديد طفل على الكلام، عم تطلعي للمجتمع من أول وجديد ببيئة كلامية حديثة باستخدام المصطلح الكلامي، الرد، أسلوب إخراج الحرف. حتى أشخاص كثير بتتضرر عندهم الحروف رشا، لدرجة أنه نحن بنروح لمبدأ كيف أطفال الشفة الأرنبية بصير عندهم الخنة الصوتية، نفس المبدأ بيصير عند الأشخاص اللي بينصابوا بالأبراكاسيا، ممكن يصير عندهم خنة صوتية، يصير يطلعوا الأحرف كلها بخنة، الراء، الفاء، القاف، الميم، أي حرف بده يطلعه هو عم يطلع بخنة. فمنعالج كمان الخنة الصوتية اللي بتظهر بشكل مفاجئ. ممكن كمان تلاحظي مثل ما حكينا اللي هي الأصوات الغير واضحة، فبدك تشتغلي معه على رفع الصوت، احكي بصوت عالي لحتى توضح عندي الصورة. بالبداية كتير صعب أنه تشتغلي على رفع الصوت لأنه هو حدا ما له قدران يستجيب لإلي، أو بصير عنده الكسل تبع أنه لنروح لزاوية حياتية من عيشها. وقت اللي بنشتغل بشكل كامل أيام الأسبوع وبنكون نحن ضغط ضغط ضغط، بنجي ليوم الجمعة اللي هو يوم عطلة وحيد لإلنا، فبتلاقي حالك كسانة من أنه أنت تتحركي من التخت، أنا بدي تم نايمة، وبتقومي مع ذلك مجبرة صباحا لأنه أنت اعتاد الجسم أو الجسم تبعك أو الساعة البيولوجية تبع الجسد اعتادت أنه تفيق بكير. طب يا الله أنا بدي نام بدي ارتاح، بتصير كتير دكتورة والله. نفس الكسل هذا بصير عنده، أنا عندي كسل مالي قدران استجيب بشكل سريع. تمام. دكتورة خنساء، حضرتك اختصاصية تربوية، خبرينا اليوم نسبة الأشخاص المصابين اليوم بالأبراكسيا الكلامية قد ايه عم تكون موجودة؟ شو أكثر الحالات اللي اليوم فعلا عم تلاحظيها موجودة بمشاكل الحبس الكلامي أو النطق؟ نحن بنعرف اليوم قد ايه لك تواجد كبير على السوشيال ميديا، كيف عم تدعمي الأطفال، كيف عم يتم التفاعل معهم؟ خبرينا بالنسبة لهذا الموضوع بالذات شو نسبته وشو الأشخاص اللي يعني يحكوا لك حاليا بالذات بجوز بهذا الوقت؟ هي إذا نحكي بالنسب المئويه اللي هلا على خلينا نقول يعني من منظمات الصحه العالميه عم تترافق او عم يوصلونا لها، صرنا موصلين ل 47% من الاشخاص اللي تصاب بالابراكاسيا او اللاذعيه، نسبه كثير منيحه. وخلينا نقول الاسباب عم تتفاوت بين الامراض للاسف السرطانيه اللي هي كانسر، او ممكن عم بتكون الجلطات المفاجئه، كثير عم نشوفها هلا عند الطلاب، عم نشوفها عند الاشخاص اللي بتنام فجاه فائت
صارت الصبح بجلطه او عم يصير عندها سكته دماغيه، الاشخاص اللي بصير عندها سكته قلبيه اللي ما بنعود بنقدر بنوصل لترويه دماغيه صحيحه بالدم او كذا، اشخاص كثير عم تترافق عندهم جلطات دماغيه او سكتات دماغيه، او ممكن يكون الاورام السرطانيه ناتج خلينا نقول دائما نفسي، هايدي عم يكون يعني دائما المبعث نفسي عم يكون لاي مرض بتكون النفسيه تبعك تعبانه انت، يعني لا قدر الله عم يصير سكر عند الانسان، عم يصير عنده ضغط الاورام السرطانيه، عم يصير عنده الضغط، عم يصير عنده 100 قصه وقصه ناتج النفسي. فنحن دائما بنلعب على السيكولوجيا النفسيه بالدرجه الاولى، انه تكون نفسيتك مرتاحه، تكون انسان طبيعي عم تعيش يومك باريحيه. هلا حتى لو النظام الحياتي هو مو هيك، انما دائما الانسان بيصبر حاله خلينا نقول بالمستقبل يلي جاي، بالايام الحلوه او ممكن بفكره سابقه كان عم يعيشها حلوه. الصدمات ممكن اليوم يكون لها تاثير، صدمه مباشره ناتج ارتفاع درجات الحراره حتى خلينا نقول، ومعناتها نحن بشهر اب يعني على موعد مع لازم نبقى ببيوت نسبه كثير كبيره. بتجازي حالك دكتوره يعني على حسب الارصاد الجويه نحن رايحين ل 50 درجه مئويه، فاليوم الحبسه الكلاميه بجوز تكون عامه بكل الاشراب، فاليوم عندكم شغل. ليش اليوم درجات الحراره إلى علاقه بهي القصه يعني؟ لانه هي منسوب الدماغي، انت نحن كاشخاص انخلقنا ببيئه معتدله، اليوم قلت عم تزيد نسبه خلينا نقول حراره الشمس او الضغط الجوي، عم بيصير في رطوبه عاليه، الاشخاص ممكن في اشخاص ما بتتحمل، في اشخاص عندها ضغط، في اشخاص عندها سكري، تاثر على الدماغ. خلينا نقول الاسباب او المورث الاساسي لهي الجلطات بيكون موجود عندهم، فاذا المورث موجود معناتها البيئه عم تدعم هذا الموضوع، فعم تطلع عن هي القصص، ومثل ما قلتي بزيد الشغل. صحيح. طيب اليوم وقت اللي عم نحكي عن الفئات اللي ذكرناها ممكن تصاب بالحبسة الكلامية، إن اليوم يعني فرصة أطفال السرطان هي فرصة خلينا نقول صفر، ما في شفاء ابدا؟ هلا نحن ما نحن دائما بنقول الامل بالله، اكيد الامل بالله، ولكن طبيا اليوم على كل شو المشكله؟ المواد الكيميائيه اللي عم الاشعه اللي عم يتعرضوا لها يعني؟ طبعا اكيد نحن دائما بنقول الشخص الطبيعي والسليم اذا بيدخل على غرفه الاشعه او كذا بصير عنده مثلا تصفير بعده اشياء منها، يعني اذا انثى او كذا بصير عندها مشاكل بالاباضه وهي القصص، بنروح للذكر بصير كمان عنده افتقار ببعض الامور، قصص كثير بتترافق الشغلات، خلينا نقول الاشعات، ممكن الادويه والانسجه الكيميائيه اللي عم يتعرضوا لها. ومو بس هيك، يعني الدماغ دائما هو الهاله الاضعف اللي بالجسم، هو المسؤول عن كل الجسم، يعني مثل ما القلب مسؤول عن توازن وضخ الدم بالجسم، الدماغ هو المحرك الاساسي للجسم. طبعا فاليوم انا بس افقد السيطره على الدماغ صعب كثير افقد السيطره على باقي الجسم. وقت اللي بيكون الورم حصرا يعني خلينا نقول بالدماغ، هون بصير القدره شوي صعبه، انت عم تفقدي جسد كليا، انت عم تفقدي الانسان، مشان هيك شوي بيكون الموضوع صعب. الا اذا رب العالمين شاء بمشيئه اخرى. اكيد ان شاء أكيد. الله ان شاء الله يا رب. يعني حاولنا نحكي عن الاعراض والاسباب وذكرنا خلال حديثنا معك، ولكن اليوم خلينا نكون واقعيين، يمكن كثير من الاشخاص المصابين بهيدا الاضطراب ما يعرفوا انه نحن فعلا معنا حبسه كلاميه، ممكن يفكروا اضطراب النطق عادي او تأتأة او اي اسلوب. طب انا كيف اليوم بقدر شخص هي الحاله؟ لعند مين بتوجه؟ خبرينا تفاصيل اكثر عن الموضوع. لا بالبدايه انا اكيد عندي الصور الشعاعيه اللي بتثبت انا مصاب بهذا الامر. دائما الدكتور العصبي هو عم يتناول الموضوع من ناحيه خلينا نقول شامله طبيه، فمن بعدها انت مباشره عم تتوجهي لاختصاص النطق واللغه او الطبيب المسؤول عن هي القصص، فهو عم يساعدك كليا على استعاده النظام الكلامي او ممكن استعاده النظام الحركي من خلال دكاتره العلاج الفيزيائي او معالجي الفيزيائيين. فانت الشقين عندك عم ينضرب، مو بس الكلامي، عندك الحركي، فالاثنين هن المسؤولين عن توازن الاليه خلينا نقول الحركيه والكلاميه. شلون بيتم التوجيه بالدرجه الاولى؟ اكيد من خلال الاطباء العصبيين، بعدين بصير الدور تبعنا بانه نحن ننظم اساليب الكلام، الاساليب الحركيه اللفظيه، كيف انا ارجع لاستعيد النظام الحياتي. واليوم هاي النقطة دكتورة خنساء كمان بتعتمد على ثقافة الأهل وانتباههم لأي حالة موجودة عند أطفالهم. للأسف اليوم بيكون في موضوع التأخير بسبب أنه يلا فلان كان هيك وفلان كان هيك، فبتروح فرصة من الشفاء لهذا الطفل. اليوم خلينا نحكي عن دورك أنت والأهل،
التواصل بيناتكم لتقييم الحالة قد ايه مهم هذا التواصل؟ هذول اطباء المجتمع ما ننحرم منهم يا رب. هذول المصيبة العظمى تبع انه ابني كان هيك، اخي كان هيك، سته كانت هيك، جده كان هيك. المصيبة انه سابقا ما كان في دواعم دعم الموضوع بالتأخر، ما كان في هاي الثقافة هذا الانتشار. هلا نحن الكارثة بانه نحن حتى إذا مرضنا وصار عنا حبسة نحن قادرين نستمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقادرين نبقى عم نستخدم الموبايل، عم نستخدم الآيباد، ففي شيء عم يدعم إنه أنت ترجعي لورا. فالمصيبة بأنه سابقاً بيقولوا لك ما كان في اختصاصي، ما كان في دكتور للكلام، كنا نستعيد الكلام، كان يتأخر الولد يرجع يحكي بعد 5 و6 سنين. سابقا ما كان في الموبايل، ما كان في الايباد، ما كان في اللابتوب، ما كان في الانسان عايش ببيئه مجتمعيه، عايش بين مجتمع، عايش بين اهل عم تتواصل معه. اغلب الاهل هلا رشع الموبايلات، صحيح، ما بيتواصلوا مع اطفالهم، بصير عنده تأتأة، حتى الاطفال ما بدهم يتواصلوا مع اهاليهم يعني. حتى الاطفال يعني ما بدهم بقى، صار لهم عالمهم الخاص طبعا يعني. صار الطفل هو الموجه الاسري، صحيح، صار هو بيوجهك طبعا. أنا لا انت ما عدتي قادره تسيطري حتى على الطفل، لانه انت اخرجتي عن طور الاراده تبعك او القدره تبعك، لانه انت بالبدايه ما تبعتي معه الاسلوب النظامي للاسره او الاسلوب النظامي تبع انا ام واب. منروح لموضوع انه الاهل ما وحتى عندهم قله صبر تبع انت اليوم بلشتي مع المريض مباشره لازم يحكي، مباشره لازم يتواصل معك، مباشره لازم يصير عنده التعزيز، عصا موسى لانه بالنهايه القصه يعني ما في صبر لموضوع العلاج. مع العلم نحن دائما ما بنعطي مده او وقت ثابت، دائما بنقول نحن ممكن يفاجئنا المريض باسبوع او اسبوعين، شهر او شهرين، ثلاثه اربعه، هذا بيرجع لاراده الله واراده المريض، قدره المريض على الاستعجال بالشفاء. أكيد. انما انا بشتغل معه ممكن نص ساعه، الساعه اليوميه او اللي بتكون ضمن 3 ايام بالاسبوع، بس المقدر الباقي هو من قبل الاهل فرض يكفوا هذا النشاط اللي عم تشتغلي عليه حضرتك. والثاني هو الداعم النفسي اللي بيكون عند المريض. للاسف فارشة مرضى كثير الاسره تبعهم تفقد الامل، فبتصير بتعطي هذا التحفيز النفسي او خلينا نقول التراسل النفسي تبع انت رح تبقى هيك، فبيبلش يتراجع المريض. هون نحن بنقول نرجع لورا يعني، وبنصير بنقول انه شوي صعب لانه انت الاسره ما عم تدعمك، احباط، فانت الشغل تبعك واقف بمكان. فهون لا، الافضل الانسان ينسحب مثل ما بيقولوا، لانه دائما الحاله اللي ما بتعطيكي وسام الشرف وتقدم بميدانك المهني، الافضل انه انت تكوني برا هي هذا الاطار. اكيد. الله يعطيكي الف عافيه دكتوره. عافية. بالختام خلينا نحكي في شيء امور حابه تضوي عليها لسه بموضوع الابراكسيا، او شو في نصائح حابه توجهيها لكل حدا عم يتابعنا لليوم؟ دائما نحن بنقول الانتباه من الادويه، ما اكون طبيب ذاتي تبع انه وجعني راسي اخذت حبه معينه، او مثلا كان عندي ضغط رحت اخذت شيء مرفق، غدد برقيه، هي القصص. دائما الادويه لازم تكون حريص جدا بتناولها، ما اكون طبيب لحالي او صيدليه متنقله تبع مين ما مرض خذ هي حبه، مين ما كذا هي، لا، الافضل لا، لانه نحن ما بنعرف الطرف الثاني شو البنيه الجسديه اللي عنده او شو الاليه البيولوجيه تبع الجسد عنده، شو بيعاني او من شو ما بيعاني. في اشخاص كثير من مرضى الغده الدرقيه هن ما بيصير ياخذوا اي دواء او مو اي دواء بيناسب لهم، فنحن بنروح بنعطيهم حبه ممكن او شيء قصه، نروح نروحهم لناحيه لا شفاء منها. ما نعتمد موضوع تبع انه المجتمع يكون لسان الطبيب، لا، في اطباء، في اشخاص مؤهلين للحديث بهي القصص، هن المسؤولين عن النقاط يلي نحن نصاب بها. فانا دائما راجع الشخص المؤهل او المختص لهي المواضيع. اكيد يكون الموضوع الدعم النفسي والاسري كثير عالي، لانه المريض بس يمرض هو انسان ضعيف بحاجه لمين يقويه، طلعه للمجتمع بقوه. بس اشتغلت على نقطه القوه عنده عن جد بلاحظ انه هو مباشره بيستعجل الاستشفاء، بصير قادر على الشفاء بشكل اكبر. بدها صبر القصة، طبعا بدها صبر، ونتمنى السلامة من الطرفين، أكيد من الأهل ومن الطبيب المعالج أيضا ومن الشخص اليوم عم تتعاملي مع حدا هو بحاجتك جدا. مثل ما قلتي نبتعد عن الأطباء المجتمعي اللي دائما، أو جوجل، صرنا نشوف هلا بيدخلوا على جوجل بيحطوا المشكلة وبيعودوا بيوصفوا القصة يعني. شكرا دكتورة لحضورك، ويعطيكي ألف عافية على هي المهمة الإنسانية اللي عم تشتغلي عليها. أكيد. موفقة. شكرا.